استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة محاولته طعن إسرائيلي بالقرب من مستوطنة عتسيون جنوبي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. في غضون ذلك أصيب شابان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل عقب تشييع جثمان الشهيد إبراهيم السكافي، حيث هاجم عشرة الشبان الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء بالحجارة. Yeah.